شفتوا هالكيس الحلو؟ تعالوا نشوف سوا كيف اشتغلني ما مني. مرحبا، اليوم رح نعمل عمل فني كتير حلو. ممكن نستخدمه كيس للأطفال، نحط فيه عيديات، نحط فيه حلاوي، ونقدمها بطريقة حلوة. أخذنا كيس تبع الرز وقصيناه بهاي الطريقة. رح أعمله أنا بالمقلوب وخلي الرسمات من جوا تكون، رح أطبع عليه رسمة الديك، رح نحط الكربون ونطبع عليه رسمة الديك. تمام، حأطبعه وارجع لكم. طبعا الخيش مش مثل الورق، استخدمت هذا القلم من غير ما افتحه، كزيته عشان يركز معي. كزع طريقة خفيفة، رح أنا زيد عليه بالقلم، رح ارسمه مثل ما انتم شايفين. رح حدد وارسم انا الطريقه كلها مثل ما بدي اياها. تمام، حارسمها وارجع. وهيك بعد ما كزيناها بهي الطريقه صارت واضحه عنا، رح نبلش نشتغل تطريز عليها قبل ما نظبط الكيس لنشوف كيف بدها تطلع. بعد ما طبعناه طلع بهي الطريقه، وشددت عليه بالرسم طبعا عشان نحدد الصوره مزبوط. هلا رح ناخذ الخيط اللون الاسود، رح نبدو على جهة واحدة بس، ما اشتغل جهتين لأنه الصوف اجمالا الخيط تبعه سميك. ولح حدد الديك كامل بهاي الطريقة، حيمشي على الخط باللون الأسود. كتير سهل، طريقته سهلة. بدك تنتبهي انه الخيط ما يعربس معك وتسحبيه بالكامل. تحبي تحدديه خط عريض، خط طويل، خط ضعيف، هذا يرجع لك، بيرجع لانت شو بتحبي. تمام، انا حعمل خط عريض شوي عشان اخلص سريع. برجع بنزل بنفس المحل. كلنا بنعرف لنعمل التقوس، بس هذا الخط هون متقوس. تمام، بنزل انا هون بالزاوية، وقبل ما انزل بالكامل التقوس بده يكون هيك. رح اطلع من بعد الخط والرسمة بشي بسيط. تمام، وبسحب الخيط من عندي وبنزل. هيك انا بعمل طريقة تقوس. تمام، بطل مبين سيدا وبكمل. رح ارجع اعمل التقوس هون، بنزل بالزاوية برجع بطلع قبل الخط المرسوم بشوي، برجع برفع الخيط معي وبنزل قدام. برجع هلا بكمل تطريز عادي على الخط وبمشي لحد ما خلص كل صورة الديك. رح امشي عليها كلها وارجع لكم. تمام، عشان ما اطول عليكم. وهيك بعد ما طرزناه بالاسود عملنا الحواف كلها، شفتوا ما اهضموا. رح نبلش نشتغل بالاحمر للزعانف هون، ندخل الإبرة بهاي الطريقة. ما بعرف ايش عم بقول زعانف، في زعانف للسمك هو بيسموه لغلوغو او ما بعرف شو. المهم فحنشتغلها بهاي الطريقة، لعبيه كلها بالأحمر، طالعة من فوق ونازلة من تحت. تمام، حاول ما اترك زيادات عشان ما يبين فيه فراغات، وبنزل جنبه. لو لاحظتي في فراغ تطلعي بخيط تاني فوقه مش مشكلة، يعني ما بتكري، بتشتغلي وبتكملي. برجع باخد من هيدا وبنزل من تحت لحد ما خلص كل التطريز. طبعا فيك تلونيه مثل ما بتحبي الألوان اللي بتحبيها.
تمام، رح كمل التطريز عليه وفرجيكم كيف رح يطلع بعد التطريز. وهيك بعد ما طرزناها بالكامل وكويناها صارت عنا بهاي الطريقة. شفتوا شو حلوة؟ هلا الخطوة الثانية اللي حنعملها، رح ناخذ الخيط الأسود هالمرة، حامشي بغرز صغيرة على الجناب وعلى فوق وتكون نفس المقاس. تمام، الخيط لأنه صوف عم يعذبني بس يدخل بالإبرة. تمام، رح ياخذوا نفس الشيء على خيط واحد، مش ما دبلوا اثنين عشان ما يصير معي سميك. رح اخده بهاي الطريقة، رح نمسك القطعة ورح اطوي طرف صغير كتير اقل من نص سنتي وادخل بالابرة فيه. ندخل بالابرة، تمام، كمل بهاي الطريقة بدخل من الجهة التانية. برجع بطلع من الجهة اللي بعدها، وبدخل بالجهة اللي جنب. رح أعمل هيك لنهاية الدور كله كامل، من دار من العرض والطول. بعد ما خيطناه من الأطراف بنجيب هلأ الإبرين بندخل بهي الطريقة، نسكر اثنين مع بعض. رح خلي الخيط يجي من هون عشان يعمل تسكير. تمام، برجع بطلع من جنب باخد مقاس كل طريقة انا عملتها، بطلع الإبرة من هون وبسكر الخيط، برجع بطلع من جنب، بدخل الإبرة الخيط، بعمل بهاي الطريقة. تمام، شده منيح عشان يمسك. برجع هلأ بيجي من هون وبدخل الخيط بالوسط يصير معي بهيدا. رح امشي بهي الطريقة داير من دار من هون ومن هون وارجع لكم. وهيك بعد ما خلصت معنا صارت بهي الطريقة، احنا عملنا ايد كروشيه عشان نغير شوي الموديل. فيك تعملوا طبعا ايد بنفس الطريقة، تعملوا الخيش ايد من هون لهون، بس انا حعملها بالكروشيه. رح افوت من هون، نعمل سلاسل نرجع نعيد، ندخل من هون تقريبا نعمل منزلقة، بطلع بسلاسل على قد الايد اللي انا بدي طولها. تمام، رح اطلع بالسلاسل وارجع لكم. عملت السلاسل قد ما بدي، هلا بروح للجهه الثانيه على قد المقاس اللي انا اخذته هون باخده هون وبعمل منزلقه. تمام، بطلع بسلسله، هلا بفوت على كل سلسلة وبعمل غرزة حشو، بعمل الأدوار اللي بدي إياها. كل سلسلة غرزة حشو، تمام، على الأدوار اللي بدي إياها. وهيك صار جاهز عنا
عملنا له الايد بهي الطريقه سهل ومهضوم. ممكن يحطوا فيه اغراض، ممكن تعطيه عيديه بعدين بيحط فيه الالوان طابات صغيره، اي شيء بينبسط فيه من شغل ايدك. تابعوني من نعمل مع بعض سله مطبخ بطريقه حلوه برضو من التطريز بنفس الطريقه. ويعطيكم العافيه على المتابعه، وما تنسوني من الشير واللايك. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.